طيب نروح برضه لموضوع موسيماني، ما زال الهجوم شرس من جماهير الاهلي والناس مش عايزه تهدى خالص، والحمله بتزيد ضد موسيماني بعد ماتش فيوتشر. مش عايز اقول برضه ان جزء منه على صواب زي ما احنا اتكلمنا وانتقدنا بمنتهى الادب احترام، وفي جزء كده بالبلدي ناس بتضيق في الزيطه، وفي جزء ليها مصلحه ان هي عايزه تهد النادي الاهلي وتهد موسيماني، وحتى في انتقادات بالالفاظ يعني لا صح ان احنا نتابعها حتى. فللاسف في حمله شرسه ضد موسيماني، انا مش بتكلم حمله شرسه هنا ان الناس بتنتقد، تنتقد هذا الاحترام على حق الجميع، يمكن عملت كتير ما عندناش مشكله، ولكن طبعا على السوشيال ميديا جماهير النادي الاهلي لسه متضايقه من التعادل مع فيوتشر، البعض بيقول النادي للاسف طب ما خلاص موسيماني ده انسب وقت ونعمل كاس امم، ما نجيب مدرب تاني، طب نجيب مدرب عام، وابتدى نفس الموضوع احنا فاكرين جدا. انا من معلومات النادي الاهلي لا يفكر تماما في رحيل موسيماني عشان نقفل الباب ده، بل بالعكس يمكن موسيماني هيسافر جنوب افريقيا خلال الساعات القادمه، ربما يحضر قرعه كاس الامم الافريقيه، عفوا قرعه ابطال افريقيا النهارده الثلاثاء، وبعد كده يسافر. كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي ربما يجتمع معه خلال الساعات القادمه لمناقشته في بعض الامور الخاصه بالفريق، من ناحيه بعض الامور الخاصه باللعيبه، من ناحيه فتره الاستعداد الفتره القادمه، الاستعداد لكاس العالم للانديه، طول مده التوقف، موقف الاهلي من كاس الرابطه، كل الامور دي هتكون في طاوله كابتن محمود الخطيب ومع حسام غالي في اجتماعهم مع موسيماني، واحتمال يكون الاجتماع مع شركه الكوره كمان، يعني ده اللي هيبان خلال الساعات القادمه وقبل سفر موسيماني انه ياخد اجازه عشان النادي الاهلي يبقى عنده بلان وخطه للفتره القادمه باذن الله. يعني كده نقدر نقول حاجتين، ان غضب الناس مشروع، ولكن التآمر أو الكلام عن رحيل أو الضغط على الإدارة مرفوض. دي نمرة واحد. نمرة اتنين، إن موسيماني النهاردة هيحضر القرعة بتاعت بطولة أفريقيا، وبعد كده سيغادر في أجازته إلى جنوب أفريقيا. كمان جلسة الخطيب ربما تكون قبل ما يسافر أو بعد ما يجي من السفر، وتفاصيلها لمناقشة الأوضاع، وبرضي الوقوف على كل المستجدات، لان انتوا عارفين ان الكابتن محمود الخطيب وده تفاصيل القعده، دايما وابدا ردود افعال الناس وجس نبض الناس بيهمه جدا، وبيحب يقفل الملفات اول باول، فهيكون في قعده ممكن تعلن وممكن لا تعلن، للحديث عن تفاصيل كثيره مهمه، خصوصا اللي حصل في مباراه فيوتشر وغضب الجماهير من عدم الاستعانه بنجوم من الصف الاول ما يقلوش عن 6-7 في الفرقه، والتخوف من ان ده يوديهم لسيناريو الموسم الماضي. طبعا